السلام والسلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير ومبروكين ما سويتم. الحمد لله رب العالمين القائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله، أمر بالزواج وأثنى على أهله وقال: تزوجوا النساء فإني مكاثر بكم الأمم. لا يخفى على جمعكم الغالي وعلى مقامكم العالي أن شاعر قبيلة آل حضرة الشاعر أحمد بن موسى جدح الحدري قد تلقى دعوة كريمة من زميله الشاعر مهدلي العارجي للحضور إلى زواجه في هذه الليلة. وصلنا قبيلة آل حضرة بأطيافها الثلاث الجناح الأشراف ودسيني، ويرافقنا جمع غفير من قبائل عسير من قبائل المخلوطة. وتعلمون ما بيننا وبينكم أيها السادة الكرام، ما بيننا وبينكم من الحلف وأواصر المحبة التي تجمع جداننا وجدانكم على النقاء والوفاء. وقد وصلنا في هذا الصف مشاركين ومباركين ومهندئين ومعاونين وبأيدينا عطاء، والمعطي الله سبحانه وتعالى عطاء رمزي. العطاء بيننا وبينكم الوجوه، وجوه شيوخكم وضيوفكم، وعطاكم منا وجيه شيوخنا. وعلى رأس الوفد الشيخ حسن بن حويدي نائب النحمان ومن حضر من نواب القبيلة. أسأل الله في هذه الساعة للعريس المحبوب الذي يحبه الجميع، أسأل الله أن يوفقه وأن يجمعه من زوجه في خير، وأن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بهما وأن يجمع بينهما في خير. الكلام كثير ولكن الوفود كثيرة، ولا نأخذ من وقتكم إلا أن ندعو لولاة أمرنا، فنقول: نسأل الله في هذه الساعة أن يديم علينا الأمن والأمان والإطمئنان في عباداتنا وفي أمرنا، وأن يعلي حكومتنا وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. يا مرحبا والله يحييكم. الله يسلمك. قلتها في موقف سابق، والله ما نخلف عهدنا يا حذاريا. نعم واكرم. ما دامت الأرواح في الأجساد سارية فإحنا على العهد. خذوا بنا في البحر والله ما تراجعي، بالمرت والنبوت وسيوف قاطعي، والعهد دائم تاج على وسالة حضره الخلاوية نيابة عن قبائل السادة الخلاوية. يتقدمها شيخي ووالدي سيدنا شيخ شمل قبائل السادة الخلاوية، وتابعها الشيخ عراق بن حمد أبو الراس، وأيضا الشيخ
بشعوذ محمد العارجي شيخ فخذ العوارجة وجميع مشايخ وأعيان وأبناء السادة، نرحب بكم الحداري أجمل ترحيب. الله يحييكم كلكم أهلنا ودفى جنوبنا، عطاكم سمين. والشيخ محمد بن علي قوي أشهر من نار على علم. أيضا الشيخ حسن بن عويدي لو تكلمنا من الآن إلى الصباح والله ما نبي حقه، أخي وصديقي ومعلمي الشاعر أحمد بن موسى الحدري، وأيضا شغل قبائل بني حدرة حسن بن حسين الحدري ومن على ساقتهم من أبناء المخلوطة ومن أبناء الحدارية وكل من جاء، الله يحييكم.